انتي وبس. اول موقع مرأة متخصص يهتم بكل ما يخص المرأة. انا دارسة ادب انجليزي بجامعة دمشق. بديت مو هاوية حتى، بديت ما بعرف كيف بديت اترجى رفقاتي يقبلوا يخلوني اعمل لهم فستان، يعني هدية، ومع هيك اللي تقبل انه تحملني مني انه لبست مني فستان. anyway لقيت حالي بالصدفة داخلة بهذا المجال، وفجأة لقيت حالي مصممة ازياء. عملت عرضين ازياء بدمشق قبل ما انتقل على دبي، اثنين كان عمري يمكن 20 سنة 21 سنة. انتقلت على دبي بال 96 وفتحت اول اتوليه لقلي بعام 2000. بديت بعروض ازياء، عامل عروض ازياء باغلب عواصم العالم تبع الموضة، يعني بروما، ميلان، باريس، لندن، سان بيترسبرغ، وأكيد بكذا عاصمة عربية. أخذت دكتوراه فخرية من مركز التصميم والإبداع العالمي. أحلى تكريم كان لإلي أني أنا لبست انتخاب ملكة جمال إيطاليا، وتشز هذا ممنوع، لازم اللي بده يلبس انتخاب ملكة جمال إيطاليا يكون مصمم تلياني. عملوا لي استثناء وخلوني لبس انتخاب ملكة جمال إيطاليا، وهذا كان بتذكر بال 2007 يمكن. مبسوطة أني حالياً بمصر لأني اكتشفت أنه أنا إلي سنين رايحة علي شيء كتير حلو. أهل مصر كتير طيبين. تطقلي 3 أيام بس فعلاً بـ3 أيام كل ما بوقف على البلكوني تبعي وبشوف النيل بقول معقول أنا كل هالسنين حارمة حالي هي المتعة؟ يعني ليش ما عم بجي، ليش ما عم بعمل شغل هون؟ عم تعامل مع أغلب فنانات مصر اللي هن أول ما بيسألوني بأي لقاء بأي تي في أنت مين ملبسة فنانين، طبعا هيك ببدأ أعطيكم الترتيب مشان تعرفوا قديش مهمين عندي. ببدأ أنه يسرى، وبكون هيك عم بقولها وشايفة حالي يسرى، وإلهام شاهين أكيد، ليلى علوي، دكتورة هالة سرحان، الإعلامية بوسي شلبي حبيبتي بحبها، وحتى اللي عديت أسماءهم بتجمعني معهم صداقة كتير حلوة. اللي 3 أيام عم قول ليش دائما بستنى ليجوا لحتى نشتغل ويك، ليش ما كنت عم بجي لعندهم؟ فهلأ بصير أجي لعندهم لأني انبسطت كتير بمصر. أغلب الفنانات السوريات لابسين من عندي، إعلاميات كتير موجودين مدينة الإعلامية بدبي. فنانة اللي هي أقرب الناس لقلبي واللي هي تعتبر كل العالم بيعتبرونا أنا وياها توين بالشغل اللي هي ميسا مغربي، صديقتي من 12 سنة، وفيني أقول لك كل لبس ميسا من عندي، ونحن أصدقاء بشكل شخصي، فالعالم دائما بتربطنا ببعض. وميسا لما بتعمل لقاء ما بقى بتقول أنا لابسة من هويدا بريدي، لأنه أوتوماتيكلي كل الناس تعرف أنه ميسا لابسة من هويدا. وكل العالم دائما لما بكون عاملة كولكشن جديد بس يحكوني بيقولوا لي شو اللي ما أخدته ميسا، لأنه بيعرفوا أنه بس أعمل كولكشن يعني في قطع بتنقام أوتوماتيكلي لعند ميسا. حبيبتي بحبها كتير، عن جد تعامل معهم رائع. تعاملت مع كتير فنانات جداد وأسماء كتير كبيرة ولامعين كتير. أنا ما بعرف ليش هذا الزمن كانوا كتير حلوين أحلى من هلأ، كتير شيك أكتر من هلأ، التعاملهم كتير كلاسي أكتر من هلأ، الثقة بالنفس فظيعة أكتر من هلأ، مع أنه عم بيطلع نجوم أحياناً، بتطلع نجمة اسمها بيطغى على أسمائهم أحياناً، يعني بتكون صغيرة وجديدة، بس التعامل totally different. فعلاً الزمن اللي قبل زمن حلو بأخلاقه بأشكاله بكل شيء. فنانين مصر أحلى ناس. انتي وبس. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواري، أحد مواقع مجموعة وشوشة الإعلامية انتي وبس.com.